برضه بما اننا بنتكلم في نفس الاطار وفي اطار بعض التصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح، وزي ما انا قلت دايما وانا بتكلم عن اي حد انا له كل التقدير وله كل الاحترام. كابتن عصام عبد الفتاح له كل التقدير وله كل الاحترام، ولكن دايما بنحب نبدا بدري، بنحب نتكلم بدري، علشان لما يجي حد يقول بعد كده حاجه يا جماعه احنا قلنا الكلام ده من شهرين. كابتن عصام عبد الفتاح قال ان هو بيعارض فكره الحكام الاجانب. كابتن عصام قال تصريح كده ان هو في اون سبورت اعتقد قال ان هو بيعارض فكره استخدام الحكام الاجانب، ولكنه مع ان احنا نجيب او يحصل تبادل ما بيننا وما بين شمال افريقيا. طب ما هو مفهوم الحكم الاجنبي؟ او ما هو مفهوم الاجنبي؟ الاجنبي ده اللي ما عندوش جنسيه مصريه. يعني لو حضرتك جبت من شمال افريقيا زي ما جبت من اوروبا، زي ما جبت من اسيا، زي ما جبت من اي حته تانية غير القاهره غير مصر. فالحقيقه برضو ده كان بالنسبه لي تصريح غريب جدا. حضرتك قول ان انت مش عايز حكام اجانب خالص، او ممكن نستعين بحكام اجانب. شكل الحكام الاجانب اللي انت هتجيبهم ايه؟ هتجيبهم من اوروبا ولا هتجيبهم من هنا ولا من هنا ولا من هنا؟ ولكن ان انت تقول ان انت ضد استخدام الحكام الاجانب بشكل عام، وبعدين ولكن ممكن يحصل تبادل ما بيننا وما بين شمال افريقيا، مش شمال افريقيا بالمناسبه حكام اجانب. يعني موضوع بسيط جدا. لكن الحقيقه كلام كتير في هذا الامر، ودايما انا بحاول اتكلم في قصه الحكام خلال هذه الفتره، لانه كابتن عصام عبد الفتاح عندنا امل ان يحدث تغيير كبير خلال الفتره اللي جايه في موضوع التحكيم. لانه مش كل يوم هنفضل نتكلم في قصه التحكيم، كل يوم وكل مباراه للنادي الاهلي تقعد تتكلم عن التحكيم واخطاء التحكيم مع النادي الاهلي. كلها اخطاء غير مقصوده وكلها كذا، كل ده ماشي تمام، ولكن وبعدين هنفضل نستنى لغايه امتى؟ هتفضل تخسر دوري بسبب اخطاء تحكيم لغايه امتى؟ حضرتك اعترفت يا كابتن عصام ان يعني برضو تصريح بالنسبه لي برضو كان تصريح مش عارف. يعني عندما سئل عن الاخطاء اللي ارتكبها الحكام، كابتن عصام قال ان هو او عندما سئل عن ركله جزاء نادي سموحه وبيراميدز قال ان هي ركله جزاء غير صحيحه. طيب هو ليه حضرتك ما اتكلمتش عن هدف حسام حسن اللي احرزه الهدف الثاني، او كان يجب ان يكون الهدف الثاني ولم يتم احتسابه؟ بالنسبه لي لما شفت التصريحات دي وسمعتها كانت بالنسبه لي حاجه غريبه جدا. فهل حضرتك بتتكلم عن سموحه وبيراميدز؟ سموحه وبيراميدز هو ركله جزاء غير صحيحه 100%، والكل اجمع على كده، ورئيس لجنه الحكام الكابتن عصام اجمع على كده او قال هذا الكلام. ولكن على الجانب الاخر حسام حسن احرز هدف صحيح 100% وكابتن عصام ما اتكلمش عنه. هو قال ان هو هيبدا، الكابتن عصام بيقول ان هو هيبدا مهمته اول اكتوبر القادم، تمام. ولكن احنا عارفين ان الكابتن عصام عبد الفتاح هو رئيس لجنه الحكام في كل المباريات السابقه. عشان كده انا بأخاطب الكابتن عصام، بتكلم معاه يا كابتن عصام، اذا كان التحكيم بهذا الشكل خلال الموسم القادم فهتحصل مشاكل كتيره جدا جدا جدا، مش على النادي الاهلي بس، ولكن حضراتكم سمعتوا رئيس نادي سموحه المهندس فرج عامر وهو بيتكلم عن مباراه سموحه وبيراميدز، سمعتوا كل المحللين وكل الحكام او كل محللي التحكيم في كل الفضائيات المصريه اتكلموا عن ركله جزاء نادي سموحه وبيراميدز. وانا هنا مش هتكلم عن الاهلي دلوقتي، انا بتكلم عن ركله جزاء سموحه وبيراميدز. فهنفضل كده ولا هيحصل ايه؟ محدش عارف الحقيقه. اتمنى ان يكون هناك تغيير، مش بالكلام، مش بالكلام، ولكن احنا عايزين تغيير على ارض الواقع. نفسنا نشوف حكم يدي للنادي الاهلي حقه، واذا كان على النادي الاهلي اهو داخل قناه النادي الاهلي وبنقول هذا الكلام، اذا كان على النادي الاهلي ركله جزاء من فضل حضرتك احسبها على النادي الاهلي، مفيش مشكله. ولكن لو النادي الاهلي له هدف محتسب او هدف صحيح احتسبه من فضلك، لو سمحت يعني احسب ان ده هدف. ولكن بهذا الشكل وبهذا المنظر هنفضل كده لغايه امتى؟ هو لا قدر الله لو كان حصل حاجه قريبه او حسام حسن خلاص حضرتك ما احتسبتش الهدف ده، كان ممكن جدا امبي يحرز هدف تعادل وممكن يكسب بركلات لو وصلنا لركلات الجزاء بقى ساعتها. كان هيبقى ايه؟ هل مش هيكون الحكم سبب رئيسي في ان الاهلي خرج لا قدر الله ساعتها من الكاس؟ لا،
هيكون التحكيم سبب رئيسي في ان الاهلي خرج من الكاس ساعتها. فكابتن عصام انا عارف ان حضرتك عندك مهمه كبيره جدا ومهمه ثقيله جدا، ولكن في نفس الوقت هي مهمه حضرتك تقدر تظبط هذه الامور خلال الفتره اللي جايه. ازاي؟ مش شغلتي، مش بتاعتي، بتاعت الكابتن عصام. يعمل محاضرات، يعمل محاضرات نظريه، محاضرات عمليه على ارض الملعب، ولكن يجب ان يكون هناك تحكيم عادل في الدوري. الاخطاء اللي بتحصل لما لا تتعدى نسبه 5-6% في الدوري كله، في المباريات كلها اللي بتتلعب 500 ولا 600 مباراه بتتلعب، ما بيحصلش فيها اكتر من 10%، ده اللي احنا قريناه. دي اللي ممكن تقبل على كل الانديه، موزعه على كل الانديه، مش على النادي الاهلي، مش على النادي الاهلي بس. واحنا قلنا السنه اللي فاتت حصل ايه، واتكلمنا في السنه اللي فاتت، وانا الحقيقه مش عايز في الدوري العام، يعني مش عايز اتكلم في موضوع الدوري العام مره ثانيه، وايه اللي حصل و15 نقطه والضربات الجزاء التي لم تحتسب والاهداف التي لم تحتسب، دخلت ولم تحتسب، والاهداف اللي احتسبت تسلل وهي مش تسلل. هتكلم في حاجات كتيره جدا، انا عايز اقفل الموضوع ده خالص، بس اقفله ازاي وانا ما عنديش ثقه فيما هو قادم. وكل ما اخد الثقه انا كجمهور النادي الاهلي، اخد الثقه واقول خلاص هيجي كابتن عصام يظبط الدنيا والامور تتحسن، يحصل خطا زي اللي حصل في مباراه سموحه، يخليني اقعد افكر هل هو احنا هنفضل في الدايره دي لغايه امتى؟ هنفضل في دايره الاخطاء، ومعلش اصل دي اخطاء بشريه وبتحصل لكل الانديه وبتحصل في كل العالم. بتحصل في كل العالم، بس ما بتحصلش النادي واحد بس. وبعدين لما بيكون في فار ما ينفعش تحصل. ومره ثانيه علامة استفهام كبيرة جدا على عدم استخدام تقنية الفار في مباريات الكاس، على الرغم ان هي السنة اللي فاتت ضيعت مني اهداف كتيرة جدا، او لم يتم تطبيق تقنية الفار بشكل عادل في بعض مباريات النادي الاهلي، ولكن اهو بتديك جزء من حقك اللي المفروض اخده كامل 100%. فكابتن عصام لو سمحت الفترة اللي جاية محتاجة شغل من نار. أنا عارف إن الكابتن عصام بدأ إن هو يكون اللجنة، وحتى التسريبات اللي طالعة لتكوين اللجنة هي كلها نفس الأسماء تقريبا، بعيدا عن أي أسماء جديدة، وده برضو شيء أنا مش فاهمه، ولكن خلاص كل واحد حر. واحد جاي رئيس لجنة حكام هو يقدر يشتغل مع المجموعة دي، خلاص هو حر، هو اللي هيتحاسب عليهم وهو اللي هيعمل كل حاجة، ولكن يجب أن يكون هناك تغيير في شكل أداء الحكام خلال الفترة القادمة بأي طريقة، بأي طريقة للناحية الإيجابية وليست للناحية السلبية.